السلام عليكم متابعين مينا تك الأعزاء، معكم يزن نوفل، وبهذا الفيديو بدنا نحكي عن لابتوب MSI GL639 SDK والمزود ببطاقة رسوميات GTX 1660 Ti من انفيديا. كشفت شركة انفيديا الشهيرة قبل فترة عن سلسلة من الحواسيب المحمولة اللي بتعمل مع بطاقة رسوميات GTX 16 الرائدة، وفي هذا الفيديو بدنا نركز على جهاز MSI GL639 SDK. يعتبر حاسوب MSI GL63 واحد من لابتوبات الألعاب الرائدة اللي صدرت منتصف عام 2019، مع مواصفات تقنية مرتفعة بتشمل معالج كور i7 من انتل وبطاقة رسوميات انفيديا جي فورس GTX 1660 Ti، بالإضافة إلى تخزين هجين بضم وحدة تخزين SSD بسعة 256 جيجا ووحدة تخزين صلب بسعة 1 تيرا. MSI GL63 هو بمثابة تحديث للإصدارات السابقة في نفس الفئة من MSI، مع بعض التحسينات على صعيد التصميم والتفاصيل التقنية الداخلية. طبعاً أهم ما يميز لابتوب الألعاب الجديد من MSI هي بطاقة الرسوميات الرائدة من إنفيديا، اللي بتجعل الأداء قوي للغاية خاصة مع الألعاب الحديثة وبرامج تحرير الفيديو اللي بتتطلب قدر كبير من المعالجة. من ناحية التصميم الخارجي لجهاز MSI GL63 فهو أنيق وبسيط وبتميز بحجم مناسب وصغير نسبياً باعتباره لابتوب ألعاب عالي الأداء. جسم الجهاز مصنوع من البلاستيك ووزنه ببلغ 2.2 كيلوغرام، وبنلاحظ استخدام اللونين الأسود والأحمر في الخطوط العريضة للتصميم واللي بتمنحه شكل جمالي إلى حد ما مع شعار دراجون شيلد في الخلف. بيجي لابتوب GL63 مع إصدار من لوحة مفاتيح ستيل سيريز اللي بتضعها الشركة في معظم حواسيبها المحمولة، مع إضاءة RGB وخيارات عديدة لتلوينه وزر خاص لتغيير نمط الألوان عليه وزر بجانبه لتشغيل المراوح حتى تحصل على أفضل تبريد للجهاز. الكيبورد جيد بشكل عام وسهل الاستخدام، مع قسم صغير للأرقام يمين لوحة المفاتيح الرئيسية، كما أنه زر ويندوز ما زال في اليمين كما هو الحال في جميع حواسيب MSI المحمولة، ولكن في خيار لتغيير أزرار Function ويندوز في تطبيق Dragon Center. أما لوحة اللمس اللي بتعمل كماوس في MSI GL63 فهي متوسطة الحجم بدون قابلية للنقر، وفي أسفلها وضعت MSI أزرار حقيقية. اللوحة نفسها سلسة في اللمس والتحكم وبتعمل بشكل جيد مع الإيماءات، لكن من خلال تجربتي الشخصية حسيت أنك راح تكون بحاجة لاستخدام ماوس خارجي معظم الأوقات لتسهيل استخدامك للجهاز. جوانب الجهاز بتحتوي على مجموعة كبيرة من المداخل اللي بتخلي إضافة أي طرفيات خارجية للجهاز أمر بغاية السهولة وبدون حاجة لأدابترز خارجية. بالنسبة للشاشة فهي بحجم 15.6 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة Full HD، وهي ممتازة إذا كنت بتقضي معظم وقتك في الداخل، لكن مع الاستخدام الخارجي ممكن تلاحظ أنك ما بتحصل على نفس الجودة. من ناحية الأداء فبشكل عام بقدم هذا اللابتوب أداء قوي مع مختلف الوظائف والألعاب، وعند التجربة مع ألعاب مثل فورتنايت أو ببجي وصلت عدد الإطارات إلى رقم مرضي للغاية، وأحياناً كثيرة كانت تتجاوز 100 إطار في الثانية مع الإعدادات المتقدمة. بغض النظر عن استخداماتك لهذا اللابتوب فراح تحصل على أداء ممتاز بفضل وجود معالج كور i7 من انتل القادر على معالجة أعقد العمليات، سواء كانت هاي العمليات هي تشغيل برامج المستندات مثل مجموعة أوفيس أو تحرير فيديو على برامج أدوبي أو تشغيل أقوى الألعاب الحديثة. وطبعا وجود بطاقة رسوميات GTX 1660 Ti الجديدة مع تقنيات تورينج من انفيديا بتمنح الأداء في تشغيل ألعاب بعد آخر، خاصة مع وجود VRAM سعة 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 بتجعل تفاصيل الألعاب أكثر وضوح بشكل عام. إضافة لهذا فوجود ذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا بايت بساعد بشكل كبير مع تعدد المهام مثل تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت، وبتلعب الذاكرة الداخلية الهجينة دور كبير، فوجود 256 جيجا بايت من ذاكرة SSD يمكن تخصيصها لملفات النظام لضمان تشغيله بسرعة كبيرة. من ناحية البطارية فيمكن القول أن البطارية هي أضعف مزايا هذا الجهاز بكل صراحة، فضحت MSI نوعا ما بحجم البطارية الكبير لصالح أمور أخرى مثل وضع مكبرات صوت كبيرة الحجم. وجود البطارية بجوار أنابيب الحرارة بيؤدي إلى استهلاكها بسرعة أكبر. في النهاية ممكن نحكي أنه هذا الجهاز مناسب لك إذا كنت بترغب في أداء قوي متعدد الاستخدامات سواء للعمل أو الدراسة، وبنفس الوقت القدرة على تشغيل الألعاب بإعدادات متقدمة في جهاز بحجم مناسب وسهل نقله من مكان لآخر وبسعر $1500 تقريبا. هذا كان كل شيء معنا لهذا الفيديو، لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا بقناتنا على يوتيوب. كان معكم يزن نوفل، شكرا لمتابعتكم.